كان واحد الوقت هذيك مازال حاسب كان واحد 21 خروف 21 لقد حسبتهم مشاو تسعود لبرا 21 حولي 39 نازل مشاو تسعود على برا برا في نظرك شكون اللي خداهم؟ خداهم موظفين موظفين لقيت دجاج مربي تما وكلشي داك الدجاج اللي داخل الكرياج واحد السيد مقابلو قابلو هذاك الدجاج ديال من؟ هذاك ديال الرئيس ديال الرئيس ديال الرئيس هو مول داك الدجاج وهذاك السيد اللي مقابلو هذاك نزيل نزيل وداك الدجاج من فين كيمشي؟ من بعد كتربيه وكتشدوه كتاكلوه ولا كيطيبوه ليكم؟ تيمشي للديور تيمشي عند كيمشي للديور كل اخر تيجمع البيض كل خت كل واحد تيجمع 10 ولا 15 تيديرهم في ميكاواتهم كنسمعوا الاخ قال واحد النقطة ربما مابغاش يبان في الصورة قال لك هذاك اللي مقابل داك الدجاج عنده امتيازات هو اللي متهم بالاغتصاب يعني دار العجزة فيها الاغتصاب هو براه ما نقولهاش لا شوف شوف اسيدي نقول لك واحد الكلمه حنا كصحفيين كنوصلوا صوره المواطن ولكن انا نعطيك واحد الشرف وجميع المغاربه حنا المغاربه ما شوف من راى منكرا فليغير وحنا معاك اقسم بالله وغنقول واحد الكلمه وتحمل اي مضايقه لقيتيها تما انا عارف عندك مضايقات لاش لانش انت كنتي في واحد المستوى وكنتي والظروف خلاتك لتما حنا التليفون ديالنا عندكم اي لحظه اي حاجه عيطوا لنا نجيو وندقوا الباب ديال السيد الباشا الله يكثر خيره لان رجل متواضع والناس مسؤولين تما اي باش تعرف واحد المساله عمي هذوك الناس اللي مقابلينكم تما راه كيتخلصوا من الضرائب ديالنا الضرائب ديال المواطنين حنا ماشي من دوك اللي كيطبلوا واش ملي كيكونوا شي اوتور كيجيو تما تيحضر المدير حيت حنا حضرناه وكانت مناسبه انت مول الخير وراك شتيها وما جا لا مدير والوقايه المدنيه الا كان شي حاجه كتجي نعم واش هذوك عندكم اطباء تما ممرضين؟ لا ما عندناش والو ما عندناش وحتى دوك الادويه اللي تناخذو ما كاينش واحد المراقبه الطبيه بحال بالنسبه لي انا خص ناخذ الضغط من اليومين ليومين ثلاث ايام ما كاين حيت انت مريض بالقلب ما كاينش ما كاين لا ممرضه لا والو عندها لي زانستريمون الكترونيك وعندها ديال الكوسيت ولكن والو والو انا مشيت لعند شي ناس وعطوني ديك ديال الدرهم ديال الضغط ديال الضغط غيرهم هي باش تقبط انا الطونسيون ولكن خصني ان سويفي خصني الطبيب اللي يعطيني يقول لي نقص هذه ولا زيد هذه واحد النقطه قلتيها قبيله قبل ما نبداو التصوير قال لك السيد المدير اللي كيتمشى ما عندوش بيه اللي تطلع في الدروج اللي كيطلع في الدروج ما عندوش بيه الغرض هنا ما عندوش بيه الغرض تما صغير لي زاليتي خاص لي على الاعمار بيد الله اللي باغي يموت اللي باغي يموت كما تيقول الاستاذ تما ما عندهمش واحد لي ديسانكسيون تنقولوا بالفرنساويه ميتر لي زو دون ميم باني كاين تما اللي كانوا متسردين كاينون اللي منا وكي ما تعرفوش ولاد العائله وقعت لهم ظروف عندهم كل شيء بحال 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 نظر تيهضر مع هذاك تيهضر معاك حتى انت واش ما عمرتي النهار تما كان شي طرد ديال شي نازل كان واحد الطرد ديال واحد الحاج الساسي شو السبب؟ السبب لحقاش يفهم بزاف تيز الدواء على حقه ذكر الرقم ديالو الرقم ديالو عندي غنحاولوا نتصلوا به ونربطوا باتصال وان شاء الله في الحلقات القادمه غادي يكون معنا اخر حاله وفاه كانت عندكم كيف كانت اخر حاله وفاه كنت هضرتي ليا قلت لي واحد السيد هو اللي داو في تريبورتور جابوه شحال دوزت الوقت ومات واحد الساعه المكانه ولا نص ساعه مات الله يرحمه وبالنسبه للادويه شي واحد اللي الحاله ديالو صعيبه بزاف شنو الادويه اللي كياخذ؟ هو انا اللي تناخذ بزاف ديال تناخذ علاش يعطيوني هاد الادويه؟ لحقاش كنت خرجت واحد الشهرين لحقاش مازال حاسس براسي مازال نعطي واخا سيدي اسمح لي الا قطعتك بغيت نسولك واحد السؤال انت عندك مرض القلب يعني الطبيب انت فاش جيتي والمحسنين اللي عاونوك ودوز على برا قال لك على الاقل خصك تمشى في النهار شحال ساعتين ديال المغرب ساعتين ومن دفع جا الطلب انك تخرج تمشى ساعتين لبرا شنو كان رد ديال الاداره دابا كاين المنع ما تخرجش منع علاش انا نقول لك ولا 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 شي واحد بغى يخرج تما بغى يخرج يمشي يقضي شي حاجه ويجي كما قلت لي قبيله
حنا باش نكونوا لوجيك، مع من كيقع المشكل؟ واش مع الاساس ولا مع الاداره؟ وشنو كيعطي باش يخرج؟ ايوا الاساس تيمشي على حساب الاداره. واخا قلتي قبيله الكارو، ما الكارو خصك تعطي، ما خصك تعطي تعطي ما تسل الاساس ما تخرج ضروري. الاساس خصك تعطيه الكارو باش انت تخرج، ولا عندك فلوس تعطي الدور معاه وهي هذيك. واش تتوقع معايا ان واحد الانسان في دار العجزه لا حنين لا رحيم سوى ربي الدوله؟ انا تنقول لهم تحمل مسؤوليتها، هذيك دار العجزه دايرها الدوله وعندها، انا ما نقولش عندها مين حول ميزانيه، لان شما الاطور صرحوا بانه، وفي الفيديو اللي فات كنت شويه معاهم، علاش؟ حيت الدنيا نقيه وداك الشيء، قلت واقيلا هاد الدار العجزه راه نقيه وهذه، وقالوا لي راه ما كنحتاج. كان واحد السيد تمايا وقال لي ودي راه داك الشيء اللي كيجينا كيخرج النص ولا اكثر من النص. وكانت عندي واحد مبادره وصوت واحد المسؤول او مسؤوله، عطاني جواب، هو عنده حريه الجواب، قال لي ملي كتقلب سلعه بيريمي كنصدقوها على برا. واش انت قديتي تا باللي داخل بقى الليل برا؟ نزيدك واحد الهضره، هذيك الصاله في استقبل تونس قالت لي انصيطه، قبل من رمضان كانت هري ديال دوك المساعدات ديال قفاد رمضان، كانت عامرة. بالنسبة لي هذيك المساعدات تعطى للناس المعوزين اللي على برا، خص يكون فيها المقدم هو اللي تعرف القايد والقايد الخليفة الباشا، ولا الطونوبيل والتريبورتو تيعمروا في الليل ويتفرقوا على الديور. شحال موظف خدام عندكم في إدارة تما؟ وشحال من أشباح كيتخلصوا وما خدامينش؟ ربما تقدر تعطيني باش نوجهوا هذا النداء هذا الناس مسؤولين، حنا محتاجين المال ديال الدولة بزاف المسائل، عندنا أزمة كورونا، عندنا بزاف الأزمات، دونك حنا إلا غتكون واحد الإدارة وفيها أشباح كيتخلصوا، هذيك الميزانية اللي غتخرج هذوك الأشباح تقدر تجي، تقدر كما تنقول بدون لغة خشب تقدر تجي سلعة وتعاونكم نتوما. انت با نتوما اي جمعيه جا جاب شي حاجه ما كتوصلوش بداك الشيء. الغريب في الامر ربما واحد النقطه غنشير لها ما كنتش غادي نطرق لها، احد النزلاء كان تيخبي الخبز، قلت ليه علاش كتخبي الخبز؟ قال لي كيجيني الجوع بالليل. لا حول ولا قوة الا بالله. واش هذيك اللائحة دوك الوجبات فاش دخلنا لقيناهم في ديك لاليس معلقين، كتاخذوها كاملة؟ بدون تعليق وجاوب بدون تعليق. لحقاش واحد القضية فاش مشيت انا طرحتها لهم، لحقاش انا بين يديك ندير رئيس مطبخ. قلت لهم ودي هادشي اللي تعطيونا، حتى تعطيونا الروز، الروز عنده واحد العدد ديال الصفات ديال الطهي، ناكلوا الروز بطبيعة الحال، ولكن خصو يكون الطهي دابا داك المنيو دابا تيعرفوا واش غادي ياكلوا اليوم، تيعرفوا واش ياكلوا غدا، وتيعرفوا واش غادي ياكلوا في الصباح الاخر. نفس الوجبة نفس اللي خديتي اليوم تاخذ غدا؟ لا ماشي غدا، واخا واخا حسب الاسبوع. غنسولك عمي باغ اكزومبل مثال، شنو كتفطر في الصباح؟ كاس ديال اتاي ولا قهوه حليب اللي تشربها حليب، نص ديال الخبز وطبسيل في شويه زيت البلديه. واخا الغدا؟ الغدا كل نهار، اليوم عندهم واحد الكفته مثلا، شنو نقول لك، تحتك الطبريص غير تيفرد تولي ديك لاكريز، خمسه ديال الحبات وحبيبات ديال الزيت ديال هادشي في الغدا اللي هي وجبه اساسيه. في كاسكروت؟ كاسكروت اتاي والخبز والكونفيتور. هادشي في كاسكروت؟ كاسكروت. واخا في العشاء؟ العشاء عندك اثنين والخميس كاين الحريره. ومن غير اثنين والخميس كاين الروز، ديك السميده، التشعير.